مهرجان قرطاج واحد من المهرجانات المهمة، الكاد أن تكون أهم مهرجان في الوطن العربي الآن، بعد ما اضمحل المسرح في الوطن العربي واضمحلت الثقافة، ما زالت تونس تصدر الثقافة وتصدر الجمال، وما زال هذا المهرجان حيوي منذ 30 سنة. ما شاهدنا الآن بالعرض الإيراني عرض يعتبر يعني واحد من العروض القائمة على منظومة الجسد، اللي هي أخطر منظومة إذا ما أحسن استخدامها، والممثل الآن هو ممثل متمكن من أدواته الجسدية بشكل يعني مطلق، وكأنه راقص، شكل لغة شاعرية عالية داخل هذا الفضاء المسمى فضاء المسرح. الإيرانيين يراه كل مشاركاتهم في مهرجان قرطاج كانت دائما حضور متميز جدا، ويخلفوا معناتها أثار جدا جدا متميزة بالنسبة عند الجمهور. ناهيك اليوم أن العمل اللي قدموه هذية معناتها اون بيرفورمانس ما صارتش بكل صدق زيادة، فهمتني؟ وقاعدة لإيران معناتها احنا نعرفوها في السينما متطورة، ولكن في المسرح كل مرة تفاجئ فينا، وهذه أيام قرطاج المسرحية. مسرحية روعة، سينوغرافي طيارة على الأخر، معناها برافو عليه وكهو، ما شاء الله مش نورمال والله. مسرحية حلوة على الأخر يعطيها الصحة، أداء جيد جدا، يعني ما عندي حتى ملاحظة، بنجمش حتى تلاحظ حتى ملاحظة. بالنسبة للعمل، احنا حمادي الوهيبي فنان وفنان محترم جدا من الفنانين التونسيين اللي اعطاوا للمسرح التونسي وشرفوا المسرح التونسي، ما نشكوش في العمل، هو كل عمل يناقش، يعني كل عمل يتحط على محك النقاش، لكن اجمالا العمل كان ممتاز. عجبتني طرحها بشكلها في مضمونها، مسرحية هذه تنخرط في سياق هو أنه طرح ربما جديد، اللي هو اللوج على الأماكن الوعرة والأشياء المسكوت عليها في ثقافتنا العربية، سوا ديزوني تابو، معناها اللي نحن عملناهم دي تابو. بعد ما عملنا التجربة متاع الصابرات جات التجربة هذه متاع جويف، هي تحية للطائفة اليهودية اللي هم مواطنينا في تونس، اللي يتمسكوا بالبقاء في تونس واللي دافعوا على بلادهم ويدافعوا على ترابهم، فاحنا وجهنا لهم تحية، وفي نفس الوقت انتقدنا الدعوة متاع الكيان الإسرائيلي اللي يحاول أنه يستقطبهم، خاصة بعد ثورة 14 جانفي حاول أن يهزهم لإسرائيل، ولكن تتذكروا لكلكم معناها أنه بالعكس الطائفة اليهودية تمسكت بقائها في تونس وعبرت على اعتزازها بالانتماء للبلاد هذه. وجوه باهي
شيح وجوه شيح وريحة مادة خارجة من الجبوب والحيول الطير مسرحية السنغرية معناها عمل جميل يعني لصديقنا ناصر العكرمي كنا نشاهدوا فيه توا طرح قضية اللي هي معناها زواج المحارم اللي هي وخرجت معناها عمل في صورة جميلة جدا سينوغرافيا مع الألوان مع أداء متاع الممثلين طاقة كبيرة خرجها على الركح يعني لطفي الناجح والزملاء الآخرين تاع الممثلين وعمل جميل يعني يستحق انه واحد يجي يتفرج فيه. المسرحيه هذه والله خساره هذه ماشي في المسابقه سنغرية، مسرحيه عمل حلو برشا. حيث الموضوع والاخراج؟ من كل شيء. عرض ممتاز بطريقه ما نحكي لكش، مسرحيه حلوه برشا. مسرحيه سنغرية هو عمل كما شفتوه اليوم هو دراماتورجي نص واخراج نصر العكرمي في مجموعه هائله من الممثلين المحترفين هو عمل سيكو درام معناتها في برشا تباعد وتقارب شخصيات وفي المشاعر وفي احاسيس وهو حسب السوجي معناها السوجي اوزي شويه معناتها عمل رجع معناها لدى المتفرجين ولكن اللي يهمنا احنا التعبير الفني واللي يهمنا الاداء الممثلين اللي هما الاصل والفاعلين في العمل هذا الحمد لله كثر التجاوب نتاع الجمهور وهذا عرض معناتها كل انسان عنده شرف باش يقوم بعرض في ايام قرطاج المسرحيه اللي هو مهرجان رايت النص الكاتب الكبير اليخاندرو كاسونا اللي انا تعجبني كتاباته بدات الخدمه عندها برشا معناها في الدراماتورجي من بعد بدينا خدينا اكثر من 3 شهور خاطر بحكم القاعات مش موجوده في البرايف المجموعه زاد معناها الخدمه مع المجموعه خاطر قبل ما نبداو النص بدينا في الامبرو في العدات دونك خذيت شويه وقت فما احتفاليه بالمسرح اليوم جمهور يتنفس المسرح في ايام قرطاج المسرحيه حاولنا ان نقدموا هالعمل هذايا اللي انتجناه في 2017 اليوم اشارك في ايام قرطاج المسرحيه كما كنتوا تشوفوا دونك ان شاء الله وفقنا ان نقدموا الحد الادنى على الاقل من المعنى الفني والجمالي المسرحي